الاب والابن والروح القدس ده واحد امين. انجيل يوحنا كان في ناس اقترحوا ان احنا نعمل سفر الرؤيا، بس مش هينفع نعمل سفر الرؤيا قبل ما ناخد الانجيل الاول، لان سفر الرؤيا مبني على الانجيل ومبني على نبوات من اشعياء وحزقيال وزكريا ودانيال والانجيل يوحنا والرسائل بتاعته. النهارده هنبتدي ناخد المقدمه، واذا قدرنا ناخد جزء من اول اصحاح. الانجيل كتبه القديس يوحنا الحبيب ابن زبدي اللي سماه الرب يسوع ابن الرعد لما راحوا السامرية ولم يقبلوهم في السامرية، لم يقبلوا الرب. يوحنا ويعقوب طلبوا من ربنا ان يطلب ان تنزل نار من السماء وتاكل الناس دي، فربنا قال لهم انتم لا تعلم من اي روح انتما، ودعاهم ابني الرعد. قديس يوحنا الحبيب هو حسب التقليد اصغر التلاميذ، وهو اخو يعقوب، وكان هو الوحيد اللي كان واقف عند الصليب واخد العذراء، ونعرف بعد كده انه كان اسقف او مدبر للاساقفه بتوع افسس، والتقليد يقول انه اخذ العذراء هناك معاه. القديس يوحنا كتب الانجيل سنة 96 ميلادية، وده اخر شيء كتب في العهد الجديد، بعديه على طول كتب سفر الرؤيا، بس الانجيل كتب الاول. الانجيل بيتقسم بطرق مختلفة، ان الطريقة اللي هنتبعها في الدراسة بتاعتنا هي اوضح طريق التقسيم على الاقل من وجهة نظري. الانجيل بيتقسم لجزئين، الجزء الاولاني من 1 لـ 12، والجزء الثاني من 13 لـ 21. في الاصحاح الاولاني بيدينا القديس يوحنا مقدمة من العدد 1 لـ 18، وهي لو لاحظتوا نفس المقدمة او الانجيل بتاع باكر اللي بيستعمل في صلاة باكر، من اول في البدء كان الكلمة لغاية الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر، ده عدد 18. مقدمة من عدد 1 لـ 18 مليانة كلمات تعتبر زي كنوز. زي ايه؟ زي كلمة نور، حياة، ايمان، حل، نعمة، حق، ابن. الكلمات دي القديس يوحنا ياخدها ويفرد عليها اصحاحات بعد كده، بمعنى صح هو بيدينا كنوز مقفولة، الاصحاحات اللي بعد كده هيبتدي يفتحهم واحدة واحدة ويتكلم عليهم في اصحاحات كاملة. بعد المقدمة من 1 لـ 18، من 19 لاخر الاصحاح الاولاني، وبعد كده الاصحاحات من 2 لـ 12، الرب يسوع بيستعلن ذاته انه هو المسيح المنتظر من خلال ايات. يوحنا ما يقولش معجزات، يقول ايات. ايه الفرق بين المعجزات والايات؟ المعجزة دي علامة خارقة للطبيعة، خارقة للعادة. الاية هي خارقة للعادة بس بتتكلم على شيء خفي، زي ساين، يعني بتدلك على حاجة تانية مش موجودة، مش تقدر تفهمها الا لما تفهم الحاجة الظاهرة الاول. فالمعجزات اللي بيعملها المسيح في الانجيل يوحنا بيطلق عليها كلمة ايات. يقول ان في عرس قانا الجليل كانت بداية الايات التي صنعها يسوع، ما يقولش بداية المعجزات، اول المعجزات، يقول بداية الايات، فهي علامات خارجية لمجد داخلي. فاصحاح 2 بيعمل ايات في اورشليم، تلاقيه بيطرد الباعة من الهيكل. فاصحاح 3 بيكلم نيقوديموس وبيشرح له حاجات غامضة، الرجل اليهودي معلم اليهود. فاصحاح 4 بيكلم المرأة السامرية، نقلنا من الكلام للمعلمين اليهود للسامريين. اصحاح 5
يستعلن لاهوته بتعليم واضح جدا لما يقول انا والاب واحد واليهود حبوا يقتلوه. اصحاح 6 بيعلن عن نفسه انه بيكمل عيد الفصح، ان هو المن الحقيقي الذي نزل من السماء الواهب حياة للعالم، وكان مصر على كده في اصحاح 6 لما هنيجي نذكره، ان لدرجة ان الناس اللي كانوا حواليه وماشيين وراه تلاميذ، مش ال 12، بقيت التلاميذ وبقيت الناس اللي كانوا ماشيين وراه في ايامها تركوه. فبص المسيح للتلاميذ ال 12 وقال لهم اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ بمعنى ان الرب كان مستعد ان يستغنى عن التلاميذ حتى ال 12 منهم، بس ما يستغناش عن المبدأ بتاع ان الخبز والخمر هما بيتحولوا لجسده ودمه، لان اليهود تعثروا في الموضوع ده لدرجة ان بطرس قال له الى من نذهب وحياة وكلام الحياة الابدية عندك؟ بمعنى لو عندك حد تاني يفسر لنا اللي انت كلام الصعب اللي انت بتقوله ده قول لنا عليه. وهو في الحتة دي بيتكلم على خروج بني اسرائيل، لان المن ده اعطي للشعب اللي خرج من مصر عشان يأكل في البرية. فبيكلمنا احنا دي آية لينا احنا برضو، ان الاكل بتاعنا عشان روحنا تعيش وسط هذا العالم وسط هذه البرية احنا لازم ناكل الاكل الخاص ده اللي هو جسده ودمه. وزي ما اخرج بني اسرائيل من ارض مصر وعملهم شعب خاص لي، هو بيكلم التلاميذ واحنا انه عايز يخرجنا من العالم ويعملنا شعب خاص لي. في الاصحاح من 7 لـ10 اللي فات ده كان اصحاح 6، من 7 لـ10 الرب بيحضر عيد المظال في اورشليم وبيتكلم وسط الهيكل وبيقول انا اللي بكمل عيد المظال. وايه الفرق بين عيد المظال وعيد الفصح؟ هو في 6 بيتكلم عن عيد الفصح، في 7 بيتكلم، 7 لـ10 بيتكلم عن عيد المظال. في 6 تم تكريس اسرائيل، ميسة العهد القديم، اخذهم من وسط العالم عشان يعملهم شعب لي وخرجهم بره، بمعنى اصح ما خلهمش يختلطوا بالعالم. زي بالظبط كده احنا لما نحب ندور على حد نعمله اسقف، اول لازم يكون طلع من العالم وقعد شوية مع ربنا صحر وحده، يقوم يشرب من ربنا طرق الله وتعليمه. لما موسى حب يكلم ربنا على الجبل قال له انت عرفتني باسمي وبقينا زي ما تقول قرايب، علمني طريقك حتى ارضيك، عشان انا تبقى مبسوط مني لازم تعلمني انت بتعمل ايه وعايز ايه وايه وجهة نظرك في العالم، ايه طريقك، مش عايز ابقى زي بقيه الناس. فبني اسرائيل لما خرجهم الله من مصر كان عايز يعملهم شعب مقدس لي، بمعنى انهم يتعلموا طرق الله اللي مختلفة عن طرق العالم، هيخرجهم لوحدهم في الصحراء ويبتدي يعلمهم ويشربهم طريقه. وقال لهم ما يهمكوش انا هأكلكو هنور لكو، لما تعطشوا هشربكو، لما تحتاجوا دليل في السكة هتدلكو، ما تخافوش من الحاجات دي، كل اللي انتوا هتحتاجوه انا هديهولكو. يكلم موسى ويقول له قل لإسرائيل أنا خرجتكم من مصر وأتيت بكم إلي على أجنحة النسور، كانوا زي طيارين، لأنه لا البحر وقف قدامهم ولا فرعون وقف قدامهم ولا الجيوش وقف قدامهم ولا الجوع والعطش وقف قدامهم، فضلوا زي ما يكون طيارين على الجناح بتاع ربنا بتاع النسور. لكن بعد كده إيه الهدف من ده؟ إيه الهدف من ربنا يخرج الناس دي بره؟ الهدف منه بيتكلم عليه عيد المظال. عيد المظال بيحتفل فيه اليهود بان الله كان النور، عمود النور اللي كان ماشي قدامهم، كان المية اللي رويتهم، كان الخبز اللي اكلهم، كان الاب اللي في وسطيهم لانه عمل خيمة في وسطيهم وقعد، فكان في امان وفي شبع وفي نور. في عيد المظال العالم كله بيجي اورشليم يحتفل معاهم بان الله سكن في وسطيهم لما كانوا عايشين في الخيام في وسط البرية، والاحتفالات بتاعتهم بتستمر ليل نهار، بالليل ينوروا المعبد، والنور بتاع المعبد بالليل في عيد المظال كان ينور اورشليم كلها، تقدر تشوفه من على بعد كبير جدا. وفي طقس عندهم الصبح ان هم يدلقوا يجيبوا مية من ينبوع المية القريب بتاع بيت حسدة، ويروحوا واخدينها موكب لغايه المذبح ويدلقوها عند المذبح
رمز او اشارة للمية اللي ربنا طلعها لهم من الصخر. في العيد المظال في دعوة لليهود بعد ما قعدوا فترة مع ربنا انهم يطلعوا يكلموا العالم عنه، بقى هم زي الكهنة بتوع ربنا، هم قعدوا معاه شوية، بعد شوية بعد ما يشربوا منه كل التعليم والطريق بتاعه يطلعوا بره يكلموا العالم عنه ان هو الشبع وان هو الري وان هو النور وان هو الامان. فالمسيح وقف وسط عيد المظال وقال انا هو الماء الحي، من يعطش فليأتي الي ويشرب، وسط العيد. وبعدها على طول في الاصحاح 8 قال انا هو النور الحقيقي، ومش بس قال كده، ده كمان عمل لهم معجزة تدل على كده، انه فتح عينين اعمى، مولود اعمى في اصحاح 8. فهو بيقول لهم انا المية والنور اللي انتوا بتدوروا عليهم، انا الله المتجسد او ابن الله المتجسد اللي هيوري هذه الصفات في الجسد. فاصحاح 7-10 بيتكلم على دعوة المسيح لليهود، انا اللي بيكمل عيد المظال، تعالوا نكلم العالم عن ان انا جيت واتحقق كل المواعيد اللي خدتوها. في اصحاح 11 اقام المسيح اليعازر وبكده كمل كل احتياجات شعب الله، لان العازر اللي ميت بقى الاربع ايام يمثل الموت بتاعه، ان هم ماتوا في البرية بعد كل اللي حصل ده، بعد كل المن والمية والخروج والنور وكل الحاجات الحلوة اللي شافوها دي، الا انهم كانوا ما عندهمش ايمان وكانوا خفاف كفاية ان هم يموتوا وجثثهم تطرح في القفر زي ما قال. فربنا قال حتى لو حصل كده، المسيح بيقول لهم انا هقومكم، ما يهمكوش، لان انا وعدت، الله وعد ابراهيم وقال له انا هاخد بالي من نسلك واداله عهد، اقسمت بذاتي يقول الرب. القسم ده معناها انه ضامن انه هيعمل الخلاص حتى بالرغم من الخطية بتاعت اليهود بتاعتنا. فإصحاح 11 هو عمل قمة الإعلان عن نفسه بأنه هو الحياة. يبقى في إصحاح 6 هو الخبز، في إصحاح 7-10 هو النور والمية، في إصحاح 11 هو الحياة. في إصحاح 12 حصلت حاجة انقسم عليها الإنجيل، وعايزنا نركز هنا شوية. في إصحاح 12 في الوسط بعد ما المسيح دخل أورشليم كملك، وسط الإصحاح جم ناس يونانيين يسألوا عليه ويقولوا لفيلبس نريد أن نرى يسوع. ففيلبس راح لأندراوس، وأندراوس جه للمسيح وقال له هناك ناس يونانيين يريدوا أن يروه. فالمسيح المفروض يقول لهم إيه؟ طيب نشوف النهاردة بعد الظهر نقابلهم في مكان فلاني، اقول لهم انا مش فاضي دلوقتي، او هاتهم دلوقتي نشوف. لا ما قالش كده، قال ايه؟ فاتى فيلبس وقال لاندراوس، ثم قال لاندراوس وفيلبس ليسوع، اما يسوع فاجابهما قائلا قد اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان. طب انا لو مكان اندراوس هقول له في فكري يا رب انا ما قلتش حاجه كبيره، انا كل اللي بقوله لك ان في ناس من يونانيين اللي جم عشان العيد بيسالوا عليك، بسيط، ايه اللي خلاك تعمل من الحبة او بقى؟ ده كل اللي انا بقوله ان الناس عايزين يسألوا عليك، وانت تقول لي قد اتت الساعة، ساعة ايه اللي جت؟ حاجة مش مفهوم. الانجيل بيتكلم على الساعة دي في اكتر من حتة. في عرس قنا جليل العذراء كلمت الرب يسوع قالت له ليس لهم خمر، في اصحاح التاني. اما يسوع قال لها ايه؟ مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. في موضوع الساعة ده في الأصحاح 7 حبوا يقبضوا عليه في أول عيد المظال، لما هو قال إن أنتوا مش هتقدروا تيجوا ورايا، وهم انشقوا قالوا هو رايح فين عشان ما نقدرش نروح وراه، وحصل انشقاق في الجمع بسببه. وكان قوم منهم يريدوا أن يمسكوه ولكن لم يلقي أحد عليه الأيادي. وفي حتة تانية برضو لما قال لهم أنا والآب واحد حبوا يمسكوه
وقال في أصحاح 8 هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد. يبقى الساعة مرتبطة بأنه هيقبض عليه، والساعة مرتبطة بعمل عياد. لما عذراء سألته اعمل لهم معجزة عشان يبقى لهم خمرة، لأن عيب ما يبقاش عندهم خمرة في الفرح، قال لها ساعتي لم تأتي بعد. إلا لما جه ناس يونانيين وقالوا للرب عايزين نشوفك. طب ايه الموضوع؟ الحتة دي بيقول حاجة كمان بس قبل ما نخش على الخلفية بتاعتها في أصحاح 13. أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت إلى يحصل فيها لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. ولما جه يصلي الصلاة المشهورة بتاعت أصحاح 17 قال تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. الساعة دي شكلها كده مرتبط بإيه؟ بالقبض عليه، مرتبط بألامه. بعد ما قال الكلام ده لليونانيين واتكلم شوية بطل يكلم اليهود في الساعة. لما قال الساعة بطل يبقى فيه كلام ووعظ اليهود، مبقاش فيه آيات ومعجزات ظاهرة، ابتدى يكلم بس التلاميذ. نبتدي يوحنا يكلمنا على طول على خميس العهد انه قعد معاهم غسل رجليهم يكلمهم كلام حلو، وابتدى يكلمهم عن ألامه. وبعد ما خلص الكلام عن ألامه وصلى خرج واتألم خميس العهد في الليل والجمعة العظيمة. الحاجة اللي عايزين نرجع لها هي أشعياء 2، نفتح مع بعض هناك أشعياء أصحاح 2. في أشعياء 2 أشعياء 1 الأول، أشعياء بيأنب إسرائيل تأنيب عنيف جدا. اسمعي آياتها السماوات وأصغي آياتها الأرض، لأن الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. السور يعرف بني والحمار معرف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة، الشعب الصقيل، اسم نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء. علامة تضربون بعد، يعني أضربكم على فين؟ أنتوا ضربتوا كفاية لما ما عادش في حتة تستاهل الضرب. كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. بيتكلم على مين؟ على إسرائيل. أشعياء 1 بيتكلم على إسرائيل إنه تاه ومعرفش ربنا. ويوحنا لغاية أصحاح 12 بيقول لنا إن اليهود والفريسيين ورؤسائهم لم يعرفوا مين المسيح اللي جه علشان يبشرهم ويكلمهم أنا هو المسيا الذي تنتظروه، أنا هو تحقيق كل النبوات. فأصحاح 2 بيقول حاجة غريبة جدا. الأمور التي رآها أشعياء ابن أموص من جهة يهوذا وأورشليم، ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم. خلي بالك احنا لسه بنتكلم على موضوع الساعة. لما جم ناس يونانيين هم يهود ولا هم سامريين ولا أي لهم علاقة خالص بالإيه؟ بالعهد اللي عمل الله مع إبراهيم. دول ناس من الأمم. خلاص؟ ففي إصحاح ال 12 الرب يقول إن الساعة جت. طب هو إيه اللي خلاه يطلع بهذا الرد من غير ما يبقى فيه أي حاجة تمهد له؟ بيقول إن تجري إليه كل الأمم. الجبل بتاع بيت الرب اللي هو جبل صهيون هيرتفع يعلى عشان الأمم كلها تشوفه، ولما يشوفوه هيجروا ليه. وتسير شعوب كثيرة، مش بقى اليهود، ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأن من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين الأمم وينصب لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل،
يعني بطلوا الحرب، ولا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. بعدين الله أشعياء بيتكلم، طب دول الأمم هتعمل معاهم كده. ثم يعقوب بيت إسرائيل اللي نايمين في الخط، فتدور كده وبص لبيت يعقوب وقال لهم إيه؟ يا بيت يعقوب هلم فنسلك في نور الرب. أنتوا نسيتوا إن ربنا النور بتاعنا. بعدين بيكلم ربنا بيقول له أنت رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق وهم عائفون كالفلسطينيين ويسبحون أولاد الأجانب. معنى صح إنهم ماشيين ورا آلهة الأمم بيفكروا زيهم. الشعب اللي أنت طلعته من مصر رجع مصر تاني وعايز يمشي زي مصر. وامتلأت أرضهم فضة وذهبا ولا نهاية لكنوسهم، وامتلأت أرضهم خيلا ولا نهاية لمركباتهم. الذهب والكنوز والخيل حاجتين من ثلاث حاجات ربنا أمر بتثنية إن الملك ما ياخدهمش. لما تخش الأرض اللي حدها لك أرض المعاد ما تديش الملك خيل كتيرة. مش معنى الخيل؟ لأن الخيل مصدرها فين؟ مش في أورشليم، ما عندهمش خيل ولا في إسرائيل. مصدر الخيل في مصر. مصر هي كانت أشهر بلد مربية للخيل. فعشان تروح الملك يروح الملك يجيب خيل لازم يعمل معاهدة مع مصر. ولما يعمل معاهدة مع مصر فتح السكة تاني لمصر ويرجع الشعب مصر تاني اللي ربنا قال اوعوا تعملوه، انا خرجتكم من مصر بكل المعجزات دي، هترجعوا مصر تاني هتبقى كارثة عليكم. فلما يمتلئ ارض فلسطين وورشليم من الخيل معناها انه الشعب رجع تاني لمصر. الحاجة التانية قال له ما تكترلوش الكنوز، لو كترت له الكنوز يتنفخ ويكبر ويبقى غني وينسى الله. فخلي بالكم ان المسيح في هذا الاصحاح صح 12 دخل اورشليم على جحش ابن اتان، هو الملك الحقيقي اللي ما استعملش الايه الخيل. ان ده كلام عن الملك الحقيقي، زي ما يوم سليمان داود اداله الملك هو عايش داود ما كانش مات، ادوله بغلة داود البغلة عشان يركب عليها ونادوا قدامه انه هو الملك بتاع اسرائيل. الحصان يمثل ان الملك فسد، وده اللي حصل في ايام سليمان. سليمان كان عنده كمية مزاود اظن 44,000 مزود الحصين، واتجوز بنت فرعون عشان يعمل علاقات ويجيب من هناك حصين وخيل ومركبات زي مركبات فرعون اللي طلع بيها ورا بني اسرائيل. بعد كده بيقول لك ان اسرائيل باظوا خالص، رجعوا للطرق بتاعت مصر اللي ربنا قال ما ترجعوا لهاش. وبعدين بيقول ايه؟ وينخفض الانسان ويطرح الرجل فلا تغفر لهم، ادخل الى الصخرة واختبئ في التراب. ده اشعياء بيتكلم من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته، توضع عيناه تشامخ الانسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. مين اللي بيستخبى في التراب؟ الحبوب كمان، بس هو بيتكلم على حاجة كويسة هنا، هو بينصح حد انه يدخل في الصخرة ويختبئ في التراب. فيبقى لازم صورة حلوة، خبى في التراب بمعنى ادفن، خبى في الصخرة. مين اللي اتدفن في الصخرة؟ المسيح هو اللي اتنحت، كان في صخرة جديدة وكان منحوط القبر بتاع يوسف الرامي وحط فيه. واختباء في التراب ده علامة زي الحبوب، عشان تطلع حبة تطلع منها الثمر لازم تخبيها في التراب. فالرب يقول ايه بعد ما قالوا له ان الناس يونانيين جايين يزوروك؟ قال لهم أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. فكروا إن جبل أورشليم الرب هنا أخذ صورة من أشعياء، علامة من أشعياء، إن الوقت ما الأمم تيجي عشان تسأل عليه يبقى الآب رفعه خلاه فوق عشان الأمم تيجي تبص عليه. الرب ما خدش الموضوع، مش موضوع مشروع هو بيعمله، مش هو اللي بيخطط. كل انجيل يوحنا بيقول انا ما جيتش اعمل مشيئتي بل اعمل مشيئه مين؟ الاب الذي ارسلني. فالعلامه اللي خدها من سفر اشعياء ان الاب هيمجده يرفعه فالامم تشوفه، واول ما يرفعه في حاجه هتحصل، هيطلب منه انه ينزل تحت خب في التراب. فاول حاجه قالها لهم الحق الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها. على طول ربط الكلام بقى، عارف ان لما الامم يجوا يسالوا عليه لانه الاب مجده هيبقى مطلوب منه ان ايه؟ يدفن. ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير، من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها الى حياه ابديه.
كان احد يخدمني فليتبعني الى اخره. الحتة اللي بتقول ان المجد بتاع المسيح مرتبط جدا بانه يموت. دي كلام لينا احنا. المسيح طول الوقت اللي فات بيعمل معجزات. طول الوقت اللي فات عمال يعمل ايات ومعجزات، يحول ماء لخمر، فتح اعين اعمى، يقوم لعذر من الموت، يشفي مرضى. وكانت كان كل المعجزات دي مش ليه، مش لمجده هو. يعني دي عشان الناس يؤمنوا بيه. وكان الهدف منها الايمان بتاع الناس. هو مش محتاج لها. لكن مجده هو هيجي لما يندفن ويموت. كلام لينا برضو لو احنا هناخد المسيح مثل، لما ربنا يدينا عطية بس هي فلوس، يدينا فلوس يبقى مطلوب منا نخدم الناس، يدينا علم مطلوب منا نخدم الناس، يدينا مهارة، واحد يدله انه يتعلم يبقى دكتور، يبقى مهندس، يبقى محاسب، يبقى خدمة اجتماعية، يبقى اي حاجة مطلوب منه انه ياخد هذه الموهبة اللي ادهاها ربنا الوزنة ويخدم بيها الناس، مش لمجده هو، ما يفتخرش بيها. امتى هيتمجد الانسان؟ لما يموت عن نفسه، يختفي. ده ربنا يرفعه ويمجده. هنفضل نقول في الكلام ده لغايه لما يبقى عندنا 90 سنة، هيبقى صعب ان احنا نصدقه وصعب ان احنا نعمله اكتر. ده اصحاح 12 اللي انقسم عليه الانجيل، وهفكركم ان ده مثال لسفر الرؤيا برضه. سفر الرؤيا ابتدى برسائل للكنائس، وبعدين وسط بعد ما خلصت الرسائل السبع رسائل، يوحنا بص شاف باب مفتوح في السماء وصوت بيقول له اطلع. فيها بقى كلام عن الارض وسط الكنائس والناس، تعالى هفرجك ايه اللي حصل في السماء. حاجه تانية القداس، بس عندنا مقسوم لاثنين، الجزء الاولاني قداس المعترفين، قداس الكلمه اللي فيه البولس والبراكسيس والكاثوليكون والانجيل والسنكسار، وبعدين ينتهي بالانجيل، وبعد كده نخش على طول في قانون الايمان، الباب اللي بيخش منه المؤمن الايمان. وبعد قانون الايمان من الشماس في زمان كان يقول للمعترفين اطلعوا، انا اسف الموعظين اطلعوا من الكنيسه، ويفضل بس المؤمنين اللي هم اتعمدوا، عشان هيطلعوا لمستوى تاني، لحاجه خاصه بينهم بين المسيح، ما ينفعش ان اي حد تاني يخش فيها غير المؤمنين. فالمسيح بعد هذه بعد هذا الموقف، لما جه وقت بقى ألامه والساعة بتاعته جت، بطل يكلم الناس كلهم، ابتدى يخصص كلامه لمين؟ التلاميذ بتوعه. فمن صح 13 هنشوف بقى صح 13 انه هو عالم ان ساعته قد جاءت ليمضي من هذا العالم الى الاب، اذ احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى. يبدأ بقى يغسل رجليهم، يكلمهم كلام حلو، ويشرح لهم هو هيعمل ايه، ويكلمهم بطريقة شوية مفتوحة عن الكلام اللي كلمه، يعني ما كانش مفتوحة خالص، الا انها بطريقة اوضح من الكلام اللي كلمه لليهود عن هيعمل ايه في الساعات اللي جاية وفي الايام اللي جاية. وبعد من 13 ل 17 بنسميهم اناجيل، خميس العهد، من 13 ل 17 لان 13 فيه غسل الارجل، من 14 ل 17 اسمهم اناجيل البرقليط اللي بتقروا يوم الجمعة العظيمة اللي هي الساعة الاولى ليلة الجمعة العظيمة. وبعدين 18 و19 بنشوف الرب 18 بيتحاكم قدام قيافة وقدام حنانيا وقدام بيلاطس، وبينتهي في 19 بانه يتصلب. واصحاح 19 مليان ومترشق ومخترق تماما بصور من خروف الفصح. يوحنا بيشاور على المسيح ويقول ده خروف الفصح بتاع العهد الجديد. واصحاح 20 بيشرح القيامة وظهوره لمريم المجدلية. اصحاح 21 بيتكلم عن ظهوره للتلاميذ بظهور خاص على بحر طبرية لما كان عند الركية بتاعت النار. الانجيل فيه حاجات خاصة بيه. من الحاجات الخاصة جدا بالانجيل انه اكتر واحد يتكلم على لاهوت التثليث، اكتر انجيل يتكلم على الثالوث اكتر من باقي الانجيل. اناجيل لاهوت الايمان في الاصحاحات الاولانيين من 1-12 اكتر كلام عن الايمان موجود في الاصحاحات دي. لاهوت المحبه قانون جديد، اكتر كلام عن المحبه موجود في اصحاحات من 13-17. كلام عن الاسرار اصحاح 2 لما بيكلم نيقوديموس بيكلمه عن الولاده من الماء والروح،
سور المعمودية، وأصحاح 6 بيتكلم على الإفخارستية بكلام عميق جدا وواضح. في حاجات في الإنجيل برضو مش موجودة في أي أناجيل تانية، اللي هي إصحاح 18 حوادث بتاعة المحاكمة قدام قيافة، مش موجودة في أي إنجيل تاني. في ظهورات الرب بعد القيامة بالذات الظهور عند بحر طبرية، مش موجودين في أي إنجيل تاني. الإنجيل زي ما هتشوف واحنا بندرس في المرات الجاية، هو بالذات الجزء الأخراني من إصحاح 12 الآخر زي ما ابتدينا نبص على إشعياء، هيبدأ يتكلم على سفر إشعياء. وكده يكون إشعياء إنجيل خامس زي ما هو معروف عنه. كده يبقى خلصنا تقسيم الإنجيل والمقدمة الواجبة لإنجيل يوحنا، وهنبدأ نتكلم شوية عن الإصحاح الأولاني في البدء كان الكلمة. نفتح هناك. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان كلمة الله. في البدء كلمة تفكرنا ببداية الكتاب المقدس، بداية سفر التكوين. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكأن القديس يوحنا في إنجيله بيبدأ يكلمنا عن خليقة جديدة، الله يعيد خلق الإنسان والكائنات من أول وجديد. وهنشوف إن الإنجيل بيتكلم على خليقة جديدة بالتدريج والتفصيل لغاية لما يوصل للقيامة اللي فيها تم تجديد الخليقة. الكلمة في البدء بالجريجي اليوناني إن أرشي، وكلمة إن أرشي احنا نعرفها من أرشي إرفس وأرشي زياكون، بمعنى رئيس كهنة أو رئيس شمامسة. الكلمة المقابلة لها في العبري اللي ابتدى بها سفر التكوين بير راشيف، وراش يعني رأس بداية، وبير معنى على أو في مع واسطة، زي حرف جر له أكثر من معنى. والكلمة على بعضها بير راشيف أو إن أرشي لها أكثر من ترجمة، وكتير ما احتار الناس المترجمين في كلام كتير في انجيل يوحنا، لان القديس يوحنا بيستعمل كلام له اكتر من معنى، ويبقى صعب ان انت تختار المعنى الواحد وتسيب الاخر. الكلمة ان ارشي او بيروشيف تعني البدء، الرأس الاول، زي ما احنا نقول اول الطريق او بدء الزمن، او زي ما انت تقول ان فلان او فلان كان الاول على الفصل، يعني ترتيبه الاول. فالملخص انها بتدل على 1 ترتيب زمني، 2 رتبة، 3 مكان. والانجيل عايز يقول لنا ان يسوع يعود كل زمان الى ما قبل الزمن، وهو ايضا الرأس الذي منه وفيه خلق الكل، زي ما القديس بولس بيقول لنا في كولوسي الإصحاح الأولاني عدد 15، هو صورة الله الغير منظور، بكر كل خليقة، الذي فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. فاستعمل 3 حروف جر لما قال الكل به وله وفيه يقوم الكل، به وله وفيه، يبقى وفى التلات معاني لحرف جر بتاع العبري والجريجي اللي يسبق كلمة البدء. فالرب يسوع هو البداية بتاعت الخليقة، كل الخليقة ابتدت من هناك من عنده، وهو ايضا الباترون، الخريطة اللي اتخلقت عليها الخليقة. فلما قال ان ادم خلق على صورة الله او في صورة الله او بواسطة صورة الله، بمعنى اخر ان ادم
خلق في المسيح وعلى المسيح وبواسطة المسيح. نيجي للكلمة في كلوسي اللي احنا لسه قريناها دلوقتي، بيقول بكر كل خليقة. وبكر هنا بنفس المعنى لا تعني ترتيب زمني، يعني مش معناها ان هو اللي اتخلق الاول زي ما يقول زي ما بيقولوا شهود يهوه، لكن هي رتبة. البكورية في العهد القديم هي رتبة، وبدليل احنا عندنا قصة عيسو ويعقوب، مين فيهم البكر، عيسو ولا يعقوب؟ هتقولوا لي انت على حسب ما انت شايف، لو انت شفت اللي اتولد الاول هو البكر يبقى هتقول عيسو، لكن لو انت خدت البكورية كرتبة فهو يعقوب، لان يعقوب هو اللي اخدها. يعقوب هو اللي ورث الرتبة من ابيه، زي الابن الذي ورث الخليقة من الاب، بنقول كده في عبرانيين 1:2. عشان كده بولس بيرجع ويفسر ان كل شيء خلق فيه وبه ولأجله زي ما قال في كولوسي. وهو ايضا المسيح يسوع بداية الخليقة الجديدة، والقديس يوحنا يظهر نفس الحقيقة ان الابن ما كانش ساكت لما الاب بدأ الخلق، ما قالوش استنى هنا يا ابني لغاية لما الخليقة اللي انا بعملها دلوقتي تخطئ وبعدين هتحتاج لك عشان تخلصها. لا، في سفر الامثال يتكلم او يتكلم الحكمة، حكمة الله او كلمة الله اللي هو نبوة عن المسيح، ويقول ان الله حازني او اقتناني اول طريقه، طريق الله نفسه، وكنت عنده صانعا. الحكمة حكمة الله او كلمة الله، كان صانع عند الله الاب علشان يعمل بيه كل الخليقة. فهو المثال والصانع اللي وضع للخليقة علشان يعملها، وفي نفس الوقت الخليقة لما تكبر وتنمو وتتقدم في علاقتها مع الله تصير الى مثاله او شبهه. فالخليقة الاولى ما كانت مخلوقة في ضعف وفساد، وفي الوقت المعين هتصير وتاخد صورة الابن بالتجديد، زي كده مفكر في دودة الاز بتاعت الحرير، بتبقى دودة لكن في الوقت المعين جوه الشرنقة تبقى فراشة. فالرب هو المصور وهو الصورة للخليقة الأولى، وهو الهدف اللي هتجدد إليه الخليقة. فالخليقة الأولى صنعت للمسيح عشان يملأها ويخلصها ويجددها، ونشوف ده في الرؤية صح 21، بنلاقي صورة خلق ثانية، السماء الجديدة والأرض الجديدة. عدد 5، قال جالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديد. فالرب خلق العالم والطبيعة عشان يجددها بالنعمة، والنعمة ما هي إلا حياة الله نفسه. وحياة الله التي نستلمها من الله هي بنوتنا ليه، ودي مهمة جدا. إن الله إدانا البنوة بتاعته، إدانا طبيعته المسيح. وفي الخليقة الأولى إحنا كنا مخلوقين على صورة الله، تجديد نستلم الطبيعة عشان نصير خليقة جديدة. والخليقة الجديدة دي اللي بيتكلم عليها ما هياش شجر خضرة بتاعته أحسن، ولا السماء الزرقة بتاعتها أكتر، ولا الجبال أعلى، ولا المية أنضف، ولا الهواء أنقى، ولا الروايح أكتر عطر. لا، دي حاجة تانية مختلفة. لما يقول طبيعة جديدة هو بيعمل حاجة جديدة تماما، هو بيحقن الطبيعة القديمة بحياته هو شخصيا. ويقول لنا في قديس بطرس في رسالته الثانية أصحاح 1:4: لأن احنا صرنا شركاء للطبيعة الإلهية. يعني احنا خدنا من الله طبيعته اللي هي مختلفة تماما عن طبيعة المخلوقات في النظام القديم. ويقول لنا قديس يوحنا
في رسالته الأولى أصحاح 3: انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أبناء الله. وبعدها بعدد يقول: الآن نحن أبناء الله. عجيب الحكاية دي، إن الله يدعونا أبناء، فبالتالي إحنا أبناء، مش هنبقى أقل من أبناء. يعني لو الله قال واحد منا فلان روح انت كلب مثلا، مش هيحصل اكتر ولا اقل من ان الواحد فينا ينبح ويهز ديله. فعندما ينطق الله كلمة او يدعونا بشيء فنحن هذا الشيء، وده يختلف تماما عن نظرة الاسلام وبقية الاديان للعلاقة بين الله والانسان. فالاسلام بيتكلم على الانسان على انه عبد لله، ولا يوجد اي صلة قرابة او طريقة ان الانسان يتقرب بها لله. فواحد من الناس المسلمين قال القصة دي عشان يوضح علاقتنا بالله، وقال ان كان عنده كلب وهو ساكن في الريف، ولما حب يروح الجامعة في المدينة كان لازم يأجر شقة، وصاحب العمارة اللي فيها الشقة قال له مش ممكن تجيب معك الكلب. فيعمل ايه في الكلب؟ خده للدكتور البيطري واداله حقنة ومات. فبيقول برضو ان الله يعني في علاقته بينا يعني احنا ما نعتبرش حاجة عنده، في اي وقت ما نعجبوش نموت. طبعا ده صورة ابعد ما يكون عن الصورة بتاعتنا اللي هي صورة البنوة. ولو في انجيل في الاناجيل الاربعة بيتكلم على البنوة بوضوح فهو انجيل يوحنا. الحاجة التانية، الكنائس الغير تقليدية البروتستانت بيتكلموا على التبرير. لما يقولوا التبرير يتكلموا على وضع قانوني، ان المسيح واقف في المحكمة وبيدافع عنا، احنا نديله خطايانا هو يدينا البر. فالموضوع بقى عبارة عن تبادل قانوني ما بيننا وبينه. لكن هل بالحقيقة احنا نصير ابرار او نصير قديسين؟ مش موجود في التقليد البروتستانتي او في التعليم البروتستانتي اي حاجة زي دي. بمعنى اصح ان ما فيش حاجة اسمها امكانية ان يبقى في قديسين على مستوى الطبيعة الجديدة. الكلام اللي بتعلمه الكنائس التقليدية في حياة القديسين، وعشان كده احنا بنصلي ونقول سبحوا الله في جميع قديسين. وبالتالي احنا مش مفروض يبقى عندنا اي نوع من الشك في هويتنا، احنا مين؟ احنا اولاد الله. مش مفروض الانسان يتهز، مش مفروض اي حاجة في الدنيا دي ولا اي مشاكل تحسسه انه صغير او ملوش قيمة. ايه قيمة ابن الملك؟ انه ابن الملك، مش محتاج حاجة تانية عليها، مش حد تاني ممكن يهزه. فاحنا مش مفروض يبقى عندنا اي شك في هويتنا او تردد في ان احنا نفكر ان احنا اولاد الله بنوة اللي خدناها في المعمودية. نكمل. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وفي الانجيل بتاع شهود يهوى لو انتوا قريتوا هتلاقوا انه بيكتبوا وكان كلمة إله منكرة. وبيقولوا إن الأصل اليوناني الكلمة مش معرفة فيه. وهنا جي واحد باحث من جامعة في أمريكا واتكلم على قاعدة سماها باسمه قاعدة كويل، وقال إن مش من الطبيعي إن لما كلمة تتكرر أكثر من مرة في اليوناني القديم بالذات ان لازم تتعرف، خصوصا لو احنا استندنا على الطريقة بتاع التفكير للشخص اللي كتب الانجيل. احنا نعرف عن يوحنا ان يؤمن كأي يهودي بوحدانية الله، مفيش آلهة كثيرة او اكتر من اله بيعبده يوحنا او يعرفه. مفيش عند يوحنا في الخلفية بتاعته ان في اكتر من اله. لما يتكلم عن الله اكتر من مرة في اليوناني مش محتاج ان هو يستعمل التعريف
إذا كان في موضع مفعول به وكان الكلمة إله. فدي مش مقبولة بكل المقاييس، وكل الناس اللي درسوا الحتة دي قالوا إن ده ترجمة غير مقبولة على الإطلاق. نكمل: فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، وهنا بيتكلم على النور. يرجع تاني مرة أخرى يكلمنا على صورة من صور الخلق. أول حاجة ربنا عملها بعد في البدء كان في البدء خلق السماوات والأرض، هو قال ليكن نور فكان نور، وابتدى بعد كده يقسم النور والظلمة والأيام والليالي. وقديس بولس يقول لنا إن الرب يسوع نفسه هو النور الجديد، أو هو اللي بيعكس لنا النور بتاع الله في كورنثوس 4:6، لما يقول الذي قال ليشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. بمعنى صح إن كل مرة إحنا بنقترب إلى الرب يسوع وبنتأمل في حياته، بنقترب وجها لوجه مع مصدر النور والذي أنار لنا الحياة والخلود، زي ما قال القديس بولس. نقف لغاية هنا ونكمل الأسبوع الجاي. في أي أسئلة؟ طيب، ربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.